السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. قبل ما نبدأ بفيديو اليوم خلونا نصلي على النبي ونذكر الله. إذا كنت جديد بالقناة يا ريت تفعل زر الجرس وتشترك كرمال يصلك كل جديد. خلونا نصل للمليونين مشترك. حنتعرف في هذا الفيديو على كيفية إنشاء قائمة مخصصة أو المعروف بالقائمة المنسدلة للملء التلقائي ضمن برنامج الإكسل، وحنتعرف على مثال وليكن عن أسماء الموظفين. إذا كنت مهتم لهذا الشيء خليك معنا. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. بالبداية عنا نطاق البيانات يلي حنشتغل عليه، هو هذا النطاق ويلي بيحتوي على أسماء الموظفين. للقيام بالقائمة المنسدلة أو القائمة المخصصة نضغط على علامة التبويب ملف، نضغط على خيارات أو أوبشن، نضغط على خيارات متقدمة، ننزل للأسفل على تحرير القوائم المخصصة، نضغط على هاي الخلية بنحدد الخلايا اللي بدنا نحددها كخلايا الماء التلقائي أو القائمة المنسدلة، نضغط استيراد، بنلاحظ إنه صارت عندي هون قائمة جديدة وبتحتوي على أسماء الموظفين اللي أنا أدخلتهم، نضغط موافق. نضغط موافق، نجي على الماء التلقائي نكتب أول اسم معنا وليكن محمد سامح، نضغط انتر، بنقوم بالملء التلقائي. نلاحظ انه اعطاني الاسماء بالكامل ونتيجة صحيحة 100%. قال انا لو ما كتبت اول الاسم، لو كتبت اي اسم لا على التعيين، وليكن سمير الشاوي، نقوم بالملء التلقائي. بنلاحظ انه كمل التعبئة التلقائية بناء على الترتيب اللي انا اعطيته اياه. وبهيك بنكون خلصنا فيديو اليوم. اذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة